سيب. ها اللي على سرد الكلام يتلهب يتلهب. اللي عزمته وانت عندك رياجيل سنك تحضي لك سلاح نمزح. الله اشهد الله على يتمناه ما تنظم انه تهيو الوسام على الفال القديم ومنتهاه ومرحلة مبداه. الله وشون اطيب وجمرة الحرمان تسويني بعدون حدود اسافر والمدى مل الرحيل وتاه غريب اطوار في وجه المدى ضاعت عناويني عن المسير ومدري شلون وجيت بالمثنى هقيت اني تعديت العطش وثره يباريني. هذه متعب الركابي. لمن؟ متعب الركابي من الشعراء المجيدين اللي يقول طال عمرك غير موجود. الصبر بعض احيان ما هو بمخلوف اوف ما له خلف ويروح مروح جدي نخلي الزله ورا الزله تطوف ونقول هالمره نبيها تعدي تعدي وبعض البشر ما كن يسمع ولا يشوف ضرير عرف ولا العقله مجدي ما يدري حبله مثنى مكتوف لمنها صارت ما يدري حبله مثنى مكتوف لمنها صارت عناد وتحدي ومن صد ما يدري حبله مثنى مكتوف لمنها صارت عناد وتحدي ومن صد في 190 دالوف جعله مع الخط السريع المودي معني بعقة المخاليج مكلوف عقلية مثل حديد مصدي صدي الوستيري يقول يقول أخاف من عوجة طويل عوجها هرجت قفا يركض بها كل يقضب عليك المختية من حججها حلو النباه وقلبها أسود من الصج من الصج. والله يا ابن الحلال طرد الكلام للأسف الشديد الآن صار أغلب مشاكل الناس كلها من طرد الكلام فلذلك لو تلاحظون واثق الخطوة يمشي ملا أنا مرتاح على القاعدة اللي قلت قليل الحلال أي والله هذا ودك انه ما يطرد لا شافوه اكبر عليه المجلس لك قفل الباب وطرد قلت لك الوصفه انا اعطيت كل وصفه اطرده نطرد المجفي الى صفه شراعي نطرده ونقول معنا مرجعي هذا نشبه مع دم مقفي هذا نشبه بيك يا ولد الكلام تعب عليك ونقص ها في النهايه انك تطرد كلام جاك ولا تروح تدور من قال ومن فعل ومن سوى مجرد فتحه الباب لها انا اشوف انها متعب اكيد اكيد ابو خالد تبي تسمع لك صوت من هالشباب ولا ما تبي تسمع من الرجال عبد الله من تبي تسمع اي واحد انت اشر بس من اي واحد من الرجال اكبر مني ولا حق لا الرجال صوته من الوسط الوسط خير الامور وسطه نعم ماني متعدي على ابو عندك ابو شلون كلكم ونبي نسمع منين من قصيده اي من شاعر شاعرنا ايه احنا بنسمع قصيده ابو خالد يبي يسمع من يقول ابي اشوف قصيدة الظفير ولا لا يا ابو خالد؟ الا والله يقول بسمع قصيده هم اجل خلي ايمن يعطيني قصيده الحين وعقبنا نعم ختاميه بنعطيكم شيء خلي ايمن يبدا لانه قبل الصلاه لانه الحين الاذان واذا جاء الاذان ما في شيء لا تعرفون الاذان اي صح بعد ال كل شيء الا النار ها؟ كل شيء الا النار والله نسال الله اننا الفقر 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 وين منكم الا واردها؟ ان شاء الله جينا خلونا اخر واحد طيب لا من اليمين ايمن عادي القصيد ما هي مشكله يقدر بعد الصلاه من اليمين الشيله عطنا شيء ايمن ولا أي. لا مو تبي انشد لك ترى انشد بس ما راح تسمع شيلات بعد راح تقول بس تكره الفن تكره الفن والله ودنا يا ايمن احنا ودنا نسمع منك على طول يعني كلامك شيء ما عندي مشكله الله يحزك انت حتى شعرك لحن يعني اسأل انا وش قايل له انا قايل انت يا ايمن صوتك جميل يلا لا وين صوتي حلو لا اسلم طيب حطنا هالحين لنا بيتين وعقبنا بنشوف عادي وحنا بنشل معك بس بنختبر معك والله يعني. والله ما يحضرني الان بس خلنا براهم انا عشان قبل الصلاه بعد يلا 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 بعد اي والله هو صادق ايمن ايش تبغى انا انشل لي عبد الله ايش اللي انت اول انا ما عندي الا شلتين وضغطني فيها زوم ادخلني في جيبي كل شيء منك زين انا شخص انا معزوم انت يا ابو بخيت راسك طيب وصوتك زين كله انا الليله تم انا الليله يا غايب فوق صدري حزن ما ادري شوق من البارح وانا احس بملل والقلب في حيره بغيت النوم قال النوم لا والله علي مرفوق
ما ترقد ليني الصبح وتغرد عصافيره. سلامتك. السلام. السلام. صح السلام. خيال طيب. أنا بسمع البنتين. أبشر بشهادتك. دين الله يحفظه ما شاء الله، كان تبارك الرحمن أكثر مني. أنا حافظ بيتين. الله يبارك يا أبو بخيت، أنت ما قصرت أنت وأيمن، إن شاء الله بيسمعنا قصيدة. وبيسمعنا شيلة. يقول يا خوي الجنب لا عاد تلحقني ملام، وانت ما تدري وش اللي يشيله من كبي. يا خوي الخفا أكبر من دبي والشارقة وبوظبي. سلامتك. يا سلام. صح السلام. الله يسلمك. يا سلام. والله اليوم الحقيقة اليوم حلقة استثنائية. أجي أيمن. أيمن بنرجع له. أجل قبل الصلاة لا تقدد في الوقت. يقول باقي أيمن. يقول باقي أيمن. ابشر وبس انت قلت سججنا عشان ما نطلع. ايه ايه يمكن ينسوا. لا ما في ننسى. ابشر وبس متهسعد. يقول لا يا وجودي وجد رجلا ليا ون ون الجريح ما لقى طب يشفيه، راحت حياته كلها كن في كن كن الهموم ولا لقى شخص يحميه، ومن وين ما وجه لقى جن في جن وشاف السهام اللي تصيبه وتخطيه، واللي تجمل به عليه يتمنن، واللي ينتخى في شخص ينفخ على بيه، وقام يتذكر يوم بيديه كفن صديق عمره اللي يعزه ويغليه، والعقل صاير تالي الوقت من جن، والعين تدمع كل ما حل طاريه، والرمش رمشين لها سنين شابن، والقلب سنه شال عينا ارويه، هذا وجودي يوم ثنتين قفن عني، ولا ادري يا سعد وين هم فيه. سلامتك. الله ما لقيتن. لا ما لقيتن. دور دور بس دور حولك وحواليك. ما أنا وياك. ما جربت تنشد يا أيمن؟ والله انشدت لعمل باستديو. صوتك؟ صوتي بس عمل جماعي مع طاهر وجبرة، يوم دخلية جبرة. وش كان الحنة؟ لحن هي دخلية. شارة شارة شارة. ها؟ شارة شارة. إيه يعني مو لحن. وافكر اني اسوي لي عمل، انا والله صوتي ترى مو حلو بس لا والله ابي اجرب اي شيء بالبرنامج هذا، بجرب اي شيء اصير منشد واصير يمكن اصير شيف يمكن اي ما تدري. طيب سمعنا بطرف شوي قردي يعني. اي ابي اجرب اي شيء اللي وجه اجربه. اسلم اسلم سمعنا. ها سمعنا. لا توهقني. بس يقول نبي نسمع صوتك. وخالد يقول نبي نحكم. نقول استمر ولا نقول وقف؟ والله العظيم ايش رايك يا ابو خالد؟ تعاوننا حتى نبي نعطيه قصايد. ايمن ترى من الاصوات المظلومه. نبي قلب ابو سليمان. نبي قلب ابو سليمان. يلا سامري لا تقول لي انت من اهل الحفره. هل سامري شيلوها معك؟ نشيل يلا استمر. يلا او بس وش انت؟ يلا وش انا خبر اولا؟ والله صوتي ترى ما قلب ابو سليمان وقادي من همومه صابته. ها من همومه صابته علي. صابته علي تصيبنا علي احنا. اسلم. قلب ابو سليمان وقادي من هموم صابت عله، من هموم صابت عله، يا بعد حي والاجدادي ارحم اللي صابت عله، ارحم اللي صابت عله. يا سلام. لا 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 يا لا يا أيمن. لا 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 أنا قلت لكم من صوت مظلوم. أقول لكم صوت الوضع 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 يبي لك إعادة دراسة وتأهيل. هذا منشد خلاص مية مية منشد بني ظهير كله عز الله منشد. استاهل استاهل. أنا قلبي لك بس نبرة الصوت جميلة وخامة الصوت طيبة ما شاء الله. ما في شيء يردك. اي والله ما أبو خالد السامري لك في السامريات كتبت في السامري؟ لا والله ما لي فيه. ما كتبت على السامري؟ والله ما اكثر ما كتبت عليه يا ابو خالد. الشباب طبعا شعرك كلهم
حنا نكتب على أي لحن، يعني ما فيه أقول بكتب هذا سامري بكتب عليه ولا هذا هجيني ولا مسحوق. اللي يجي قدامك طال عمرك من اللي لقيت مطلع القصيدة ثبت أشد أبوك تسمعنا مسحوق تكفى كأنك حافظ مسحوق. هذول هل مسحوب وهل منكوس ولا لا؟ الله هو أكثر شعر المرور المسحوب والمنكوس. ما أدري والله. صحيح ابو خالد على طريق تقول ما ادري والله جبيت من هبه مسحوب بعض الشعراء ما يعرف المسحوب والمنكوس لكن يقول كلام قصيد ولما يقرون النقاد يقول هذا مسحوب وهذا منكوس هو ما يهتم له كثير. صح ان ما اللي قدامك تمشي عليه وين ما فتحت معك البيت الاول الاحساس واللي يكتب حط الحين المسحوب اعطني طول عمره السلامه اللي يقول وجودي وجود مشرف في دهب ليلي وحيد وجاله دير ثم بعد جاه وهو ما بين مظهاري كليبين وسهيلي وتاه الطريق وعزبته هناك سماه كم ما تحفظ هذا الحين انا جديد عليك هذه العيدان بالراجس الهواء هذه على المسحوب اي وجودي وجود مشرف في دهب ليلي تبحنا وش عدو الله يمكن جبيت انت جودي وجودي مشرف في دهب ليلي عدد وجودي وجودي مشرف في دهب ليلي وحيدان وجاله ديرة ما بعد جاء وهو بين مظهر لك لي بين ويسهيلي وتاه طريق وعزبته ناقص ما سلام عليكم سلام الله يسلمكم وكل شر ما شاء الله جزاك الله خير. ترى ابو خالد ما هو مهم يقول وانا ما سرقني في حياتي غير اثنين الله هي. جت هذا على اللي قال جت يا سلام وغير انت ولي تسرق عقرب الساعه لعبت المشاعر شايب عقب الستين مثل لعبه السهب حاله مو من اصبع الله سمعني يا منكوس ها مسحوب سمعني ما يشيل ابو خالد لا ابو خالد وانا ما سرقني عطني هالحين خليك انا ما سرقني في حياتي غير اثنين انا ما سرقني في حياتي غير اثنين مغير انت ولي تسرق عقرب الساعه لعبت المشاعر شايب قرب الستين مثل لعبه السبحه على مو من اصبع سم بقول سم الله عدوك اي حضر وانت باللبنان ترك بك ربي يستر من خصم انا ولا مالك في المنكوس لا 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 ما دام انه كذا بس المنكوس اللي خامه معي يا ترى عبد الله شوف هاشتاقك ان شاء الله ايش ما في طبعا اللي قبل شوي من الحان المنكوس لكن في القصيده ذي اقدر اجيب عليها اللحن اللي قبل شوي لكن بعطيكم اللحن منكوس لكن ذا اسلم انا ما شاء رقني في حياتي غير اثنين ما غير انت واللي تسرقه عقرب الساعة لعبت مشاعر شايب قرب ستين مثل لعبة السبحة على مومي يصبع يا سلام يا سلام هذه كلماتك نعم صح الله لسانك يا ابو عبد الله الله يطول عمرك ابو خالد ابو خالد ابو خالد مكتوب سعيد بن عبد الله ما شاء الله عليه سعد بن عبد الله سعد بن عبد الله عبد الله الوالد وخالد الولد ونعم ما شاء الله والله ونعم الوالد عبد الله ابوه اي نعم
احنا عندنا يا المره يمكن علي يدري اللي اسمه ابوه يسمونه هذا. انا الحين اسمه ابوي مسعود يقول لي ابو مسعود. هذا علي بخيت يقول ابو بخيت. والله شوفوا جيرانكم وجيرانكم على الوادي نفس جميل. لكن احنا وش المشكله عندنا يا طويل العمر؟ ولا ما في شك انه الوالد غالي، لكن احنا طال عمرك هل قالك اخوان ثلاثه ولا اربعه اسم ابوهم عبد الله، وكل هالاخوان الاربعه مسمين عبد الله ولا ثلاثه عبد. صدقت احنا عندنا هذه تصير اشكاليه يعني. نعم وعندنا بعد اكبر العيال يسمون هذه امور طيب. اكبر كيف؟ اكبر العيال مثلا ذا الحين اخوان ايه لا اكبر عيال الرجال يقول ابو فلان ايه. لا انا قصدي اقول لك شلون يطول العمر. احنا طال عمرك على سبيل المثال الرجل هذا ابو عبد الله زين، عنده اخوانه ثلاثه ولا اربعه، تلقى الثلاثه مسمينه كلهم عبد الله، عيالهم الكبار عبد الله. في عبد الله، عبد الله بن سعد، عبد الله بن فلان، عبد الله بن فلان، عبد الله بن طيب عبد الله. انا الاشكاليه دي تحل انه بيسمي الاسم الفارق ولازم يسمي عبد الله. سمي عبد الله عقبه، عموما ما في بيت، شوفوا ترى ما في بيت يخلى من اسم عبد الله للامانه. اذا ما هو اب جد، واذا ما هو جد يعني المنكوس ودي يكتب عليه جميل جدا، لكن انهم عندنا يعني ما نستخدمه واجد احنا في الشمال، واكثر ما الدارج عندنا هجيني الهجيني جميع له سواء الهجيني الطويل او القصير. بس هذا هو واحد من المنكوس. اي نعم ها يعني اكتب على اللي انا بيه، انا ما عندي اشكاليه. صدقت وكاتب عنه ما يدري انه منكوس. انت قول الكلام واحنا هجيني. احنا هجيني ايه هجيني له لحن ايه، وفيه لحن الرواح يقال من أربع العصر إلى المغرب. إيه إلى قبل المغرب. إلى قبل المغرب بس. إيه هذا المروح إحنا نسميه إيه؟ غناء روح. الله الله. غناء يعني ما تقدر تغنيه من ما تقدر تغنيه لا ظهر ولا لوقات كلها ما يغنى إلا عصير مسيان. ها يريح عن البل طال عمرك ويزيد حركته ويلامس الشعور. لها نغمة. إيه ولها نغمة على النغمة. كل الألحان الطيبة تحصل عند المرة يعني. الله يطول عمرك. صحيح. بلا مجاملة. عليكم زود. بدون مجاملة وكل المنشدين وال. بالذات في فن الشعر. يا رب يطول عمرك وأنتم والله رؤوسكم طيبة ويكم الخير والبركة. نتعلم منكم. لأن طبيعة الأرض يا أبو طبيعة الأرض. سبحان الله تأثر البيئة تأثر على على. البيئة تأثر. تأثر على السكان. تأثر تأثير كبير. احنا عندنا طال عمرك بهالشمال وبهالديار هذيك اغلب ما انتشر عندنا هجيني. صحيح. الهجيني سواء عاد كان الطويل ولا القصير. وانتشر عندنا طول العمر عاد الالبل، البل اكثر ما انتشر، المشياعه اللي يسمونها الدواهه، وانتشر عندنا غناء الروح. نعم. مثل اللي حقت يقول يا علي رده هذه. هذه منتشره الظهر بكل المملكه على نفس على نفس اللحن ترى موجود، هذه يسمونه غناء روح. وغنى روح الحقيقة جميل جدا طبعا يقال بالورد، لكن للأسف الشديد صار في خلط بالفنون الشعبية أو بالتراث. يعني الآن صار يقول لك ورد الماء له أغاني غير أو له شيلات غير. هذا لما يكونون ورد الماء، ولما يكونون صدير مصدرين من الماء بعد له لحن غير وله غنان غير وله أمور غير. فكل حركة عند البدو محسوبة. صدقت. لكن هالحين يقول لك يجيبها ورد وصدر ويقول لك هذه هجيني. أول يغنون ولا يشيلون حتى عند البل ترى من باب الترفيه، من المعاناة اللي يعانيها مع ملاحات هالبل وملاحات الكم الكبير، فتلقاه يغني نفس عن نفسه ما في شك. ايه انا سمعت لي لحن قبل فترة وانا احتفظ باللحن لنفسي الحقيقة والشيل لنفسي. لا اقول سمعت احتفظ به لنفسي يعني انا ما ودي حتى اطلعه. افصح فيه. ابى افصح فيه. فيه طويل. انا افصح. انا يا ايمن افصح ما عندي الا افصح يا طويل. يبي يحدني هالمجنون هذا. في طال عمرك الحريم او البنات لا تجمع على خياطه بيت الشعر ايام قبل. اوه جدتي لحين اسويها. جدتي لحين اسويها. يغنن بالليل وله نغناء وله اللحن. للاسف الشديد قبل فتره منشدين. طيب ما له علاقه هذا حق حريم يسمونه غناء البرامات او غناء الغزالات. من المنشد اللي شاله؟ ما لنا حاجه فيه. لا والله لا تفصل فيه. سمع بس. لا توهقني ابحث فلحن تلقاه. ما ادري حالي وين ابحث. مالي شغل. لا توهقني فلحن يرفع علينا قضيه وتصير. لا من دون خجل. كفو بس ما ينفع. مش عارف معنا. هو قاعد. عند القانون ما ينفع من دوني ولا انت من دوني. قاعدين. القانون ما نقدر نمشي. لا احنا نتكلم انه يعني مهم جدا معرفة التراث وتأصيل التراث. وهذه والله المسؤولية تقع عليكم انتم الحقيقة الجيل الجديد.
يعني انت احنا راحت علينا الحين خلاص كبرنا ما عاد ما عاد نقدر خلاص شباب ولا ما شباب احنا بلشانين ومشغولين لا برضو بها رساله للمنشد يعني حلو انكم انت بتبحثون في التراث ولا لا يا ابو علي اي نعم تبحثون في التراث تأصلون تشوفون الالحان تسال اللي يستفيدون تسال عن يعني اللي على سبيل المثال إيه لو رحت مثلا قلطه مثلا حرب على سبيل المثال تعرف وش اللون الدارج عندهم اكثر لو رحت المطير تعرف وش اللون الدارج عندهم لو رحت القحطان لو رحت العتيبه بني مالك بني غامد شهران زهران تعرف اللون الفارق عندهم تقدر تلعب عليه وتقدر تبدع وتاصل فيه وترى عموما كل الفنون صاحبها رقصه لكن هالرقصة هذه مختلفة من حرب الحرب أداء طريقة أداء نعم لكن هم متفقين على أنه رقصة الجسد والرجلين واليدين على إيقاع موجودة على إيقاع معين لكن مختلفة من عرب العرب لأنه نوعية الشيلة ولحنها إن كانت نقازية لها لعبة غير صادق حول الأذان هنا أسكت قليلا وأنا أصمت وانا ليه ما اصمت ابيات وعلى ما قال ختامي على ما قال ختامي يمدي قبل الاذان يمدي 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 قبل الاذان نعم يقول يا منجير عبد يستجيرك من النار يا منجين ذا النوم من بطن حوته ارنب عجايب رحمه ارنب عجايب قدرتك شيء ما صار من فيض جودك حظنا ما يفوته من واسع الاقدار تقسم وتختار ما تدركه دعوه فصيح بقنوته ويا رب تحمينا حماية هالغارة قريش سد عيونها بعنكبوته سلام 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 الله سلام الله الله تبارك سلامتك تقنى بيك انت رب قريحة اللي ودك اللي تبغى تهيض عادي الشاعر تهيض قريحتها على طول نعم والله أحيانا اي نعم طيب في واحد ممكن ثاني يقدر يكتب كيف؟ عندنا انت ابو وليد المرة عندنا انت لا ما ظنيت ما اعتقد كيف يعني يجيب نفس ما شاء الله تبارك الله نفس ما يطرح الشاعر ما اعتقد شوف اذا جاك الاحساس هذا اللي تقول ماني بشاعر مثلا وابي اكتب اي شيء يجيك اكتبه والله انا كتبت لي زين اي بيتين ونص اي شيء يجيك اكتبه في الرجال اللي وراكم ذا بيتين ونص اي بيتين ثلاث بيوت يعني ما كان في سلطان بن هادي الوهبي ونعم سلطان نعم اللي خوينا اللي طلع يستاهل تم أبو بخيت والله من أيان اللي أصواتهم زينة وراسها طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيله والفضيله وبث الله مقام محمد الذي وعدته جزاك الله خير الله وياك ان شاء الله الله يمسك بالخير طلبوا منا وانت تقول قصيده لهم قد قلتها اكثر من مره ولكن ما دام رضا العيون من السفياني واللي طلب تجيب قصيدة الأم والله قصيدة الأم أنا عندي أكثر من قصيدة أعطنا اللي نجيب اللي واحدة من شكلنا من زمان ما جبناه أي نعم أي فيقول مرة اشتكت لي بعض الأشياء الله يرحمه أي نعم يسكنها فسيح جنات ويجعلها في الفردوس اللهم أمين يا أمهاتنا وأمهاتكم أمين
جميع أموات المسلمين. آمين يا رب. قلت له انسي زمان الراح إن هل اليوم مستانسي لا يمضي العمر كله، انسي زمان الراح إن هل اليوم مستانسي لا يمضي العمر كله، كثر الغثاء يرمي على قلبة سهوم وخافي الرثبس على الطول عله يصير جرحس داخل الصدر مكتوم ولا لاقي يا الحبيبة دولة وانت الغلا حبس على القلب مرقوم ما حس قلبس وسط قلبي محله يزيدني همس على همي يهموم ويغدي الحشا سنه على جال مله ويهون علي الوالدة شوفت يوم دمعت على خدس نظيرت يهله وما يهون علي قلبس من الفرح من ما يهون علي قلبس من الهم مركوم شال الكثير وما شكى ثقل حمله يبدي الفرح وهو من الفرح محروم ويخفي عن عيون الحسودين عله اللي على المعروف جازوت باللوم وعده وسكوتت عن خطاهم مذله وانت تحرين الفرج دائم الدوم ترجين عسى ما ضاع يرجع الحله يا الوالده هذا زمان به غيوم في شيء قبول تغير محله ضاع الوفاء واصبح مع الناس معدوم كم واحد منهم تنكر الخله لكن على ما قال ما ينفع اللوم ما يبري الوجعان كثرة تدله ليت الهنا ينباع واغليه بالسوم وشريه لس لو ادفع المال كله امسح به دموعت وخليه لسدوم يبقى رفي زلت محلت محله من البلاء ما طاعن الوقت لو يوم قلبي تجاذبها الهموم وتتله حتى غدا في تالي الوقت مثلوم يا ما تمنى اللي يبي ما حصل له لكن يهون الهم لو كان مركوم وسط الحشا باقي 80 علة ما دام يشوفت ولو كنت معدوم قربت هنا روحي وبعدت مملة أفديس أنا بروحي وقلبي عن اللوم وصير لس عن كل شمس مظلة وشعاد لو تسهر عيوني عن النوم من شان عينت ترقد الليل كله وشعاد لو تسهر عيوني عن النوم من شان عينت ترقد الليل كله للوالدة للوالدة تبقى لي دائم الدوم والراح عمري دون عمرت فدلة والراح عمري دون عمرت فدلة الله يرحمه ويسكنه فسيح جنات ظفيري صح الله لسانك ورحمه الله والدينا والديكم وجميع المسلمين. القصائد طبعا مهما قلنا في الوالدين فلا نزال مقصرين مهما كان ولكن نسأل الله أن يغفر والدينا والديكم وجميع المسلمين رب العالمين. ظهيري عندك شيء بتقدمه؟ عندي طلب. اسلم. انا من ساعه مريت من عند الاداره اباخذ المايك. اي نعم. وسمعت قصيده للرجال. اسلم. فابيه يعدل لي. وهي عرفت منها شيء؟ والله اني ما ادري، سمعت قصيده قبل قصيدته، قبل ادش عليكم دقيقتين يمكن او ثلاثه، عديت قصيده. هذا كلها لا ايوه كراتك شو؟ كراتك كذا ما حبك. يا سلام اجل مشاعر هذا عاشق السراب ويعرف ايش اللي ورا السراب والخفايا. سمعت اول بيتين لا وانا اخذ الماي. ايوه كرهتك كثر ما احبك وحبيتك كثر ما شفت. شفت تمنيتك تصير ابعد من اقرب شيء في ذاتي. آتي. كرهتك بس كرهتك لين حبيتك وحبي لك يهد الصمت تمنيتك تشوف القلب وتسمع كل زفراتي. كرهتك حبيتك وسؤالي جاوب له انت على يوم حبيتك غدا حبك معاناتي تماديت بصدود شفت منه ومنك ما قد عفت كرهتك بس حبيتك كلام حط مسكاتي كرهتك مستحيل اني كرهتك قلت مهما قلت احبك يا بعد عمري ولا احبك نهاياتي انا قلت له هو انت ما شاء الله هذه ان شاء الله ظهيري لأنه يهمني طلبك لكن لا هو مبين من سؤاله أنه اسمع القصيدة ذي تحديداً نعم وشف لنا هواوي شف لنا قصيدة برضو تكون حول النصيحة حول التوجيه حول المعاناة يقول عندي حكاية ما لها من بداية أسلم والمشكلة لها نهاية وعنوان الله وكلفت بالإكراه أبدأ الحكاية ونشبت برجل حجيل معدين هديان هذه اسمها قصة بداية نهاية وعلى كذا تبقى البداية بالأكفان
قدام أدورها وهي من ورايا وحش شيء ولا تلفت ما بان. يوم اهتويت الوضع قالت كفاية ولازم تضحي ومال تضحيتك أثمان. وش دخل القصة تمشكل معايا؟ وش دخل القصة بشق إنسان لإنسان؟ يمكن تحطون الخطأ في الرواية والواقع أني بحقها حيل غلطة. الصمت أحسن لي ومثل غبايا ما دامني شفت الغبي صار فهمان. سلامتك. اخترنا واحدة ثانية. صح السال. صح السال. اخترنا ولا ابننا نصيحة ولا هووية؟ أبغى مشاركة من عندي. بعد نعطينا البيتين اللي يقول قال بال بس خلي يخلص. هووية يعني غزلية ولا في مطاوع؟ طيب عطنا. انت كاتبها في المنبهي؟ سلطان ليش؟ يقول يا اخوك يا سلطان حزني جرحني. احلى جار يا اخوك يا سلطان حزني جرحني وانت تعرفني زين لا صرت ضايق الدمع في عيني وقف ثم فضحني والدمع في عيني وقف ثم فضحني. اي والله اني منصدم فالحقايق حتى الزمن في وقفتها حتى الزمن من وقفتها بانوا كسرني فقدت لي رجال يسوى خلايق. ما شاء الله. صح لسانك يستاهل سلطان. هذا دليل حبك له ومشاعركم سلطان. انكم عشتوا زي الاخوان بهالمنتجع. اي والله فاي واحد يطلع منكم كانه يعني كلهم والله لا تستحي مما تكتب. ولكن ابو اذا كتبك الاحساس اكتبه. هذا اللي بقول لك انت تسال من شوي. ايه ابو هادي معزته غير والله خاش الاحساس اذا كتبك جزء. انت واضح يعني ترابطكم خاصة مع سلطان الأيام هذه بانت كثيرة لأنه دائما كثير الحركات وكثير المشاركات وكذا خلاكم تحبونه أكثر. فقدوه يمكن. نعم ولكن أيوة. والله سبحانه وتعالى اختار هذه بداية نجاح. نعم اي نعم. وقلنا لك المقارنة وش المقارنة همس واحد كان معنا فيصل في لمتنا ما قعد إلا 10 أيام ممكن سمعتونا ولا ما سمعتونا؟ وكشفت له سر انا فيصل ابو مشعل اي نعم كان معك في البزنس ولما جيتكم في الحوش اول ما دخلت بالمشعب ما اعرف منكم ولا واحد دخلت عليكم بالمشعب اقول ايش اللي يجلسكم هنا انتم ما احتسبتوا اني افضفض وجيت تسلمون علي وقلت نبغى ندخل معكم تكفى باقي رغبانين للشاشه والكذا قلت ابد اذا اعطيتكم اشاره روحوا جهزوا انفسكم إذا أعطيكم إشارة من هناك من الصدر المجلس ادخلوا وسوينا شوية أكشن وحاجات كذا طلعت من نوع من نوعيتها. ليش؟ تعال أنا أقول. ففيصل كان من ضمن السؤال اللي سألناه كيفك فيصل هو إعلامي طبعا من أول وعاشق الإعلام. قال وله 10 أيام تقريبا هو ما جلس في البرنامج إلا 10 أيام. بينما سلطان جلس 50 يوم. فقال والله انا كنت جالس جنب امي وهي تتفرج في المجلس حقكم مجلس الشيبان قال ايش تمنى ايش تنتمين يا امي تقولين قالت والله اني يا ولدي اني اتمنى من الله اني اشوفك مع الشيبان قصدي يشارك معاهم فمن هنا تحققت رغبه الوالده الوالد دائما خلك قريب منه وكبير السن خلك قريب منه قول ادعي لي ترى دعواتهم دائما ما بينها بين الحجاب ولا حتى اللي فاقد الوعي من الشيبان اذا يقطب الكلام اللي بتقول له هذا برضو دعوته ترى مستجاب فاللي حصل في ثاني اسبوع كان معنا فيصل في المجلس قلنا وش توجه لما نصب عليها بالخير وقلنا هذا فيصل الان صار معنا هنا في المجلس ولا مجلس الشيبان الا تكريما لنا وله ولكن هم عزم له ان شاء الله انا ودي انهم غيروا الاسم اي بغير عشر ايام وطلع وابدع فيصل اللي ابو مشعل وشفتوا تقديماته وشفتوا اتزانه في الاداء وفي كل شيء بينما سلطان جلس 50 يوم خمسه اضعاف فوصل للمرحله اللي اختار الله سبحانه وتعالى له وما تدري والله بيجمعكم ان شاء الله الله يطول اعمارنا واعماركم على الطاعه ويجمعنا وياكم واللي المحبه تحببتوا فيه في الدنيا ان الله يجمعنا وياكم وهم في جنات النعيم اللهم شاعرنا وخالد ما عندك سعد عبد
ونعم بك. أعطنا اللي تختار أنت. الخيار بيدك. وحضر أنت يا طارد السراب وعاشق السراب وحضر بعده. أكيد. هي بيتين لكن عن قصيدة. هي عن قصيدة كاملة. كان أقرب واحد لسلطان. واضح واضح واضح. واضح اقول وعين انت هل الدمع ما هي بكذابها في قصيده اللي مدري كذا تراني احبك ايش يقول وانت ما تدري وحبك دخل في داخل سكن في داخل الصدر في داخل القلب العين وحجابه بعد ما اخذ المشوار في داخل الصدر وجرح بادي جرح سالم محناب زين الى ملكني غرامك ملك تساق الجذري غطس داخل الاعماق قلت لان قال فلازم تصارحني ولا عذرك عذري وعين انت هل الدمع ما هي بكذاب الله يهب تفضل ابو يقول أخطر سلامتك أخطر جميع العقارب عقرب الساعة الله الله تسرق حياة الأوادم لين تنهيها يمسي يصبح وراسه داخل إقناعه في ملهيات الحياة وفي بلاويها لو أن الأيام بيرمالها قاعة ومطلع شمس النهار الليل زافيها وما فات لا يرجي المخلوق مرجاعها أعمارنا بين يوم ويوم نطويها يا الله لا تحرم اللي ماله بضاعة من غير رحمتك يا رحمن راجية سبحان سلام صح سبحانك يا ادخل اليوتيوب ودور له عذابي هذه سامرية تعجبك من كلماتها تراك تجيبها على الجرح يقول له لا يعجبني انه غزل لا عذابي يا شقا حالي لو صاحبي طالت به الغيبة ما غاب زولك دايم قبالي من زود حبك صرت هذريبة دمعي بعد فرقاك همالي حالي تراك أشرفت تعذيبة بعيوني أنت الأول التالي حبك بقلبي وأنت تدريبة والله لو بعدك علي طالي باقي العمر يا زين وشليبة غالي ولو تقسى علي غالي قلبي يحبك وش أسوي به سلامتك ادخل اليوتيوب اطرب عليها والعب ما عندي جوال ها؟ عندك جوال؟ ما في جوال نصرف لك ان شاء الله متوسط لك على المسحوب اظنها انت قومت الشباب يا ابا؟ اي قعدنا قعدنا قعدتهم؟ سلطان بيقدر يصلي هنا ولا لا؟ سلطان مو قادر ها؟ مو قادر ما هو قادر؟ اي بس عشان طيب بلغوه اني احب اولا وان احد المتابعات من السفياني تبرعت انا بعشرة من سبب دين انت راك مبلغ معين ما ادري كم في الجمعيه الله يجزاه عالي الله يجزاه خير لبيك تفضل تفضل يقول على المسحوب هذه اظنها اي يا وجودي وجد من بيعت املاكه من سبب دين انت راكم ولا سدد ما بقى له غير ثوبه مسواكه الغنى اقفت وجا الفقر متجدد من هوى اللي حط للراس مساكة هذه مروح يوم يجمع كعكة الراس متكدد لو صدفها شايب تفصل أسلاكه يمكن تشوفها على الأرض متمد هذه الظاهر مروح وأنا ما أعرف أنا برضو في التصنيف سلام يا سلام لكن أظني تصلح للمروح الظاهر هذه صح؟ إيه هذه مروح ذي صح الله لسانك لا هذه على على المسحوب ذي أو أتوقع أنها مسحوب أو نعم. مروح كلها ما شاء الله تبارك الله ألا ولا عزالي من اللي علته تبرأ اي همومي واشغلت بالي وتاه الفكر في دنيا اي مثل السراب استاذنا عجايب وش يقول غريبه ما تهيالي من اللي فات لو ذكراه زمان يرخص الغالي لقى فيه الوفاء جفواه تعد والي تعد والي وبان الغدر في ممشى يواعدني ولا جالي وتاه العمر في رجواه خطأ يا جبته الحال إنساني يا عرب أهوى سلامتكم الله المستعان أبو إبراهيم أنت مصلي؟ صلى لا باقي ننتظر الشباب أي شباب أي باقي ننتظر الشباب يجون وإذا عددكم نصلي يقولوا لنا تراني ما دام شاركتوا معنا اليوم نخلي نسمع لكم ونطيع أبو خالد هو جاب حفيده خاف عليه من الحب ايه حفيده ايه ايه نعم الصغير لك شفه حل له شفه ايه وانا حفيدتي ريما شافت صورتي وكانت تبوس الجوال تقول احبه
قلت صورتي شافت وقالت أحبه. قليبي يا ريما تعرفين للحب. صورتي شافت وقالت أحبه يا قليبي يا ريما تعرفين للحب. يا قليبها توك عن الحب كبه وانجاز لعيونك يحره تقل شب. ياللي زرعته حبكم بذر حبة قلبي تسكونه نبع لكم صب حتى ركز عوده عدال ونصبه ونمال يمل يمل ونمال ميل يمكم وجهة الغرب يشوفكم يرقص ويختب خبه وبداعكم يجاهد الدمع ونصب بغيابكم يصبر على البعد حسبه ان المدى وانطال لابد من قرب من عقبكم يرفع يدينه الربه. يالله يا واحد ولا غيرك الرب الريمة ما تبطي وداري تطبه بحطها بحضني وتفهم وش الحب بحطها بحضني وتفهم وش الحب. أنت يا ظفيري أنت تكن في صدرك شيء أنه خاف يكسر الصندوق من غير شيء فنسم للصندوق شيء بما عندك من مشاعر. ترى احنا ريالة دومنا عبيب القصايد فنبي نشتغل عبيب. والله ابو خالد نصلي نصلي ما حد جاي من بيجي؟ ها؟ من بيجي معنا؟ معلش كان باقي عندك مشاركة ولا نقوم نصلي؟ ما ادري تبون عبد الله لبيه اقول ان كان ترى قربنا نصلي. شنو الربع اللي تحت يا عبد الله؟ ابراهيم ابو خالد الدور عند ابو خالد؟ عند اللي جاهز ابو خالد عند اللي جاهز تفضل ابو خالد. هم قاعد دقيقه خلني ادوي طلعنا من الحابي يعني ولا فهد اللي جاهز على بال ما يجهز صالح 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 على بال ما يجهز ابو خالد. كان عندك شيء؟ يقول طال عمرك اسلم جاهز ابو خالد جاهز. يلا بريق ما حسبنا له حساب اسلم ولا وقف صكاك الأرزاق دونه دونه يا واحد أنا وحدك الأرزاق جلاب تمد والحساد ما يمنعونه من فضلك الواسع مقدر بالأسباب تقصر عقول الناس ما يصلونه لقام قل المال يلعب الأعصاب يودي الرجال من يكرهونه ويخليه الطيب حرامي ونصاب لا صار ما يقدر يسدد ديونه دونه ودي والفقر لا سيطر على شخص الله بعمه بصير لو يفتح عيون. أيوة فتح عيونه. هذا القصيدة لمن؟ لي. هذا القصيدة لك؟ نعم. يلا برزق ما حسبنا حساب. يلا برزق ما حسبنا. طيب هذه انا اسمعها دائما من زمان وانت صاحبها؟ ليش توك تشوف صاحبها؟ ما شاء الله. اي والله اني صادق انا من زمان اسمع. ما تدري من اللي قايله؟ والله ما ادري. جاب والله لك ما شاء الله تبارك الله. اي والله هذه الابيات رنانه وهذه من اللي تنحفظ ومن اللي تبقى في الذاكره. صحيح. لكن اسمعها انا مع كل. صح. يلا برزق ما حسبنا الحساب. ما وقف سكك الارزاق دونه. صح الله لسانك. صح بدينك طعمك. وما شاء الله ولو كان طلع للمسحوبه ولا هذا لكان رسخ في اذهان الناس. الناس متجهين الايام هذه للمسحوب وكذا والمفروض اي نصيحه اليوم بالقصيده او بالنشيده اللي بدون مؤثرات. احنا نكتب على اي طرق يعني بس معروف معروف. نعم احنا شعار ونعرف الكلام هذا احيانا نقولها وبعدين نحللها بعدين. صحيح. لكن انت قولها ولا المنشد هو اللي يصنفها. طارق بها يا ابو خالد. نعم طارق بها. وحتى انت لا تقدر تحاول انك تجيب لها لحن انت بنفسك. نعم. يزيد مستواها اكثر واكثر. صحيح. لانه ما مثل اللي يصنع الشيء ما مثل اللي يتصنع الشيء. صح. نعم صحيح. انت حبكت البيت لابد انه يطلع معنا ويصير عندك انت بصوتك اذا اعطاك الله صوت حلو انك تمشي انت بما ترى. انا اذنكم بروح. لا احنا كنا تقول قصيده. انا اذنكم بروح خلوني. لا تروح يا اخي الله يرحم والديك. انا اذنكم بروح خلوني. طيب يا دور اللي غايب عني. طيب دوس. يلا انا اذنكم بروح خلوني يا دور اللي غايب عني هو مالكن قلبي ومظنوني وما غيرها من الناس عاجبني تفداه روحي مسهر عيوني له كل شيء يطلبه مني غالي ولا قد خيب ظنوني قلبه وظنه وافقوا ظني لو فيك كل الناس لاماني بهواك اللي غايب عني. سلام. صح لسان حتى تروح خوفتنا. اي والله خلوني اروح والله قلت انا ادلكم انا اقول انا ادلكم بروح. العنوان هذا جذاب يعني دائما انت اخذت من الاعلام جزئيه مهمه لانه الاعلامي دائما الناجح يختار العنوان الملفت. هذه تسمى الفلاشات في القصيده. اي نعم نعم.
فإذا نقوم إلى صلاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا مقدمنا. لا إله إلا أنت. إيه تقريبا. وحسب توجيهات العليا قالوا وإذا وجبت الصلاة نقوم. بسم الله توكلنا على الله. هي صلاة رب العالمين كتاب موقوت طالع. صحيح. إي نعم نعم. قدم ولا تتأخر. نعم. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. سبحانك اللهم. يا أخي الدبان كل ما خلينا الباب مفتوح تكاثرت. والله تكاثرت يا أخي ذا. ذبحتنا هذا الدبان. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا حافي. ما شاء الله تبارك الله. أنت ما أنت بحافي أنت اليوم. لابس شراب. أرحب. مرحبا نير. لا والله سلم عليك. لا لا. حلوة عجبت خويك اللي السالفة. نقيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان رب العالمين. سبحان رب العالمين. الله أكبر. رب اغفر لنا ولوالدينا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سبحان رب سبحان رب العظيم سبحان. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصلوات الطيبات السلام. أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ونسألك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ما منعت تبارك ذا الجديد وكل جد لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء قدير. أعطنا كلمة أعطنا أي كلمة حديث شيء تفضل أعطي الشباب. أستغفر الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قدمني أبو علي والله والله ما أنا يعني ما عندي لا كلام. جزاه الله خير الله يجعلني خير مما يظن ويغفر لي ما لا يعلم. فأنا ما في شيء الواحد يوصي أخي المسلم إلا بتقوى الله، لأن التقوى هي يقول أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. فإن انتقل الله الإنسان في نفسه أول شيء وفي والديه وفي أولاده وفي أسرته وفي فهذه سبحان الله تقي من كل شر، لأنه الإنسان الله سبحانه وتعالى عرض علينا قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. ولا هي الأمانة أن فلوس تأدى فقط، الأمانة في كل شيء، في تعاملك مع حولك، في أخلاقك، في عملك، في تجارتك، في هذه كلها أمانة. فالله يعيننا وياكم على حمل هذه الأمانة. والشباب ما شاء الله عليهم قطعوا مرحلة وباقي لهم بعد أقل من النص، وإن شاء الله هم قدها وإن شاء الله قدامهم شيء هم بيصيرون إن شاء الله مشهورين. وهذه أمانة لما تصير مشهور ويتابعونك الناس وكذا برضو أمانة وش تمثلها الناس، لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله يوفقنا وإياكم لما فيه الخير ويجمعنا وإياكم على طاعته. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. والله يعطيك العافية يا أبو إبراهيم. بلا شك الكلام اللي تتكلمت فيه في مسألة الأمانة وفي قضية الأمانة هي بلا شك محور مهم جدا، يجب أن الإنسان يعطيه جل اهتمامه ويعطيها الحقيقة يعني النصيب الأكبر في كل تعاملاته وفي كل أموره. عموما الله يجزاك خير يا طويل العمر، وإحنا سعدنا أيضا بتواجد ضيفنا اليوم وأخونا سعد الفريدي أبو خالد الله يحييه الله يجزاك خير، وضيفنا عاشق سراب الله يحييك وراعي محل الله يحييه، يمكن هذه المرة الثانية والإطرار الثاني اليوم معنا الله يحييه. كما سعدنا أيضا بتواجد أخوتنا اللي شاركونا اليوم حضورهم والله أطفالنا أطفو جمال على جمال هالحلقة اليوم، وطبعا كلكم لكم من الشكر أجزله وأجمله، ومن الكلمات أجملها وأنقاها علها تصل إلى أنها توضح لكم الشيء اللي بالفؤاد وما يدور في خاطري تجاهكم. اي والله مشاهدينا الأعزاء الآن وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا هذا اليوم، آملين إن شاء الله أن نلتقي وأنتم في أحسن حال وفي موفور الصحة والعافية. دمتم بود وإلى اللقاء. وقعدوا بالعافية. وقعدوا بالعافية. إلى اللقاء. يلا أكرمكم.